السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا الكريم. إن شاء الله الجميع يكون بخير وبصحة وعافية. موضوع الفيديو تاعنا اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على جزيرة أمريكية، وهذه الجزيرة اسمها جزيرة أو جزر مارشال الأمريكية. قبل ما نطرق لتفاصيلها، سوف أخبركم بأن هذه الجزيرة بإمكان بعض الدول العربية الدخول إليها أو السفر إليها بدون تأشيرة، والدول الأخرى يجب طلب تأشيرة. سوف نتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل في الأخير، فما عليكم أنكم تتابعوا هذا الفيديو حتى يعني تتعرفوا على هذه الجزيرة بالتفصيل. لنبدأ. جمهورية جزر مارشال هي دولة، وهي في المحيط الغربي، تقع شمال كريبياس ونورو، شرقي ميكرونيزيا، وجنوبي جزيرة ويك التابعة للولايات المتحدة. خضعت جزر مارشال في الماضي لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من منطقة تحت الوصاية. العاصمة هي ماجورو، اللغة الرسمية اللغة المارشالية والإنجليزية، العملة الدولار الأمريكي. عدد السكان حوالي 60,000 نسمة. وطبعا باعتبارها هي جزيرة، البعض ممكن يظن أنها معزولة. لا، طبعا بها مطار ومؤسسات ويعني كل المرافق. ليست جزيرة معزولة، والسياح يأتون إلى هذه الجزيرة سنويا حوالي 7,000 سائح. جواز سفر هذه الدولة يدخلك إلى 125 دولة، وهي أيضا من أجمل الجزر الممتازة للسياحة ولقضاء شهر العسل. ملاحظة: لا يوجد أي طيران مباشر من أي دولة عربية إلى هذه الجزيرة، والبديل هو عن طريق دولة الفلبين. الكل بحث، يعني البعض بحث على طريقة الوصول إلى هذه الجزيرة، فوجدوا الأنسب اللي هو عن طريق دولة الفلبين، وهي طريقة صحيحة وسهلة جدا. قبل هذه الخطوة يجب أن تأخذ تأشيرة الفلبين أولا، ومنها تسافر إلى جزر مارشال. وعند دخولك يجب دفع مبلغ وقدره 100 دولار أمريكي مقابل إقامة ل 30 يوم، تعتبر فيزا سياحية، وبإمكانك تحويلها إلى إقامة عمل أو دراسة. سوف كما ذكرت لكم، قلت لكم باللي على أساس بعض الدول بتأشيرة، وبعض الدول العربية، وبعض آخر بدون تأشيرة، سوف نتطرق إليه بعد قليل. لكن لدي ملاحظة، بأمانة أردت أن أعلمكم بها، وهي بأن هذه الجزيرة كان فيها تجارب نووية من قبل الولايات المتحدة في السابق، والكل يعلم معنى هذا الكلام وسلبيته على صحة الشخص. هذا كأمانة أردت أن أخبركم به بهذا الموضوع، ممكن تتأكدوا عن طريق جوجل. لمن يرغب أن يسافر الله يوفقه، ومن يخاف على صحته فيفكر قبل هذا. نذهب الآن إلى الموقع الرسمي للتأشيرات. هذا الموقع الخاص بالتأشيرات العالمية، كما ذكرت لكم من قبل، سوف أترك لكم الرابط، هذا الرابط الخاص بمعرفة هل تحتاج إلى تأشيرة أم لا لهذه الجزيرة في صندوق الوصف، وتجد هذا الرابط في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. لنبدأ. بسم الله. هل أحتاج إلى تأشيرة هنا؟ لا
قول هل أحتاج إلى تأشيرة؟ مثلا أنا أختار لدي جواز سفر مثلا دولة مصر لنفترض، من مثلا مصر، أوكي؟ هنا أختار وجهة جزر مارشال، أوكي؟ لدي جواز سفر من مصر، أرغب بالسفر إلى جزر مارشال. هنا تحقق أو تحقق. ننتظر قليلا. الرد كان أنت مؤهل للحصول على فيزا عند الوصول إلى جزر مارشال، يعني دولة مصر لا تستحق إلى إصدار تأشيرة، بل تكون التأشيرة عند وصول جزر مارشال. ممتاز، هذه دولة عربية واحدة. لنرى دولة أخرى، مثلا قولوا ليبيا. أنا الآن في شمال أفريقيا، جزر مارشال، أوكي؟ كما ذكرت، الموقع سوف يكون أسفل الفيديو، يعني براحتكم يعني تشوفوا هذا الموقع وتتأكدوا. أيوة، الرد كان بالنسبة لدولة ليبيا التأشيرة مطلوبة. العنوان بالخط العريض، التأشيرة مطلوبة لمواطني ليبيا للسفر إلى جزر مارشال. متطلبات فيزا مارشال لمواطني ليبيا. أوكي، نختار دولة أخرى، الجزائر. جزر مارشال، الجزائر أيضا مثل ليبيا التأشيرة مطلوبة. التأشيرة مطلوبة لمواطني الجزائر للسفر إلى جزر مارشال. للأسف، تمنيت لو كانت بالنسبة للعرب كلهم من غير تأشيرة. نرى دولة أخرى، مثلا تونس. أيضا دولة تونس التأشيرة مطلوبة. نرى المغرب. أنت مؤهل للحصول على فيزا عند الوصول إلى جزر مارشال. احصل على جواز سفر آخر وسافر حول العالم. معلم، في الحالة مصر، دولة مصر والمغرب لا يحتاجون إلى فيزا مسبقة، بل تكون الفيزا في المطار. أما الجزائر وتونس وليبيا ضروري الفيزا تكون مسبقة. كما ذكرت، الموقع هذا موجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف، تطلعوا عليه بنفسكم تتأكدوا على كل الدول. وفي نفس الوقت، الدول التي تحتاج إلى التأشيرة سوف يتم مراسلة أو إرسال مستندات والتواصل مع. نأتي إلى ملف التأشيرة، وهو ملف التأشيرة للوصول إلى أو السفر إلى جزر مارشال. أولا يجب أن تترجم كل الأوراق للغة الإنجليزية. ثانيا، ما استمارة الطلب؟ بالنسبة لاستمارة الطلب، إن شاء الله سوف تكون بطريقة احترافية. إن شاء الله بعد هذا الفيديو راح نوريكم الطريقة كيف سوف نتكلم عنها. يتم إرسالها على الإيميل
جواز سفر سائل المفعول لا يقل على مدة 6 أشهر، رسالة توضح فيها سبب زيارتك للجزيرة، ورقة أو استخراج ورقة يلاحق ما عليه كما يقال في المشرق العربي، أو ورقة السوابق العدلية، شهادة خلوك من أي أمراض معدية. يتم إرسال هذه الأوراق كلها عن طريق البريد الإلكتروني. سوف أترك لكم البريد الإلكتروني أسفل هذا الفيديو، ولغاية أن تجهزوا أوراقكم راجعوا هذا الموقع جيدا وفكروا إن شاء الله بالتوفيق، وسوف نرى طريقة ملء الاستمارة في الفيديو القادم وطريقة التأشيرة الفلبين والوصول إليها، الوصول من الفلبين إلى جزر مارشال. هذا كل ما في الموضوع، وتمنياتكم بالتوفيق، وإذا كان أي سؤال أو أي شيء ترغبون بالإشراف عنه فما عليكم غير أنكم تكتبوا لي في التعليقات ونحن جاهزون للرد على الجميع. ولا تنسوا اللايك والاشتراك طبعا، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم إلى الفيديو القادم بإذن الله.